بقينا على اصوات ومعنا بيان سور لي دو انفيتي ديالنا لو جون رياليزاتور هشام العسري ومعنا كذلك يوسف جاجيلي الصحفي اللي نال جائزه الصحافه لهاد السنه. ياك يوسف جاجيلي حصلتي على جائزه مميزه في الصحافه في الصحافه الوطنيه، شنو هو الاشعار ديالك الان بحصول على هذه الجائزه؟ اولا انا الاشعار ولا الشعور ديالك؟ الشعور الاشعار والاشعار كاع اولا انا ما كنتش كنتوقع ابدا انني نفوز بهذه الجائزه هذه السنه. لماذا؟ لسبب بسيط، لانني منذ 3 سنوات وانا يعني احاول ان انال هذا التتويج. شاركت سنه 2010 بتحقيق في غزه خلال عمليه الرصاص المسكوب في الحرب الاخيره. غنهضروا على غزه من بعد، ولكن نهضروا على هذا الروبورتاج اللي جبتيه من تندوف. تندوف كيفاش درتي توصلتي لتندوف؟ تماما، هو كان تجربه شخصيه ومهنيه صعبه جدا قضيت خلالها. يعني كيفاش بدات؟ فكرتي انا غنمشي لتندوف ندير هذا الشيء، ولا جاك اقتراح من شي بلاصه اخرى؟ لا ابدا، انا 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 كنت دائما كنميل باش ندير التحقيقات والروبورتاجات الكبرى، لا في المغرب ولا خارج المغرب. كيفاش اخترتي تندوف؟ جلست واحد النهار في البيرو وفكرت مع راسك، قلتي صافي اليوم غنديرها غنمشي لتندوف. وفكرت باش نمشي لمنطقه الساحل. منطقة الساحل اللي فيها الان القاعده في المغرب الاسلامي، او ما يسمى بالقاعده في المغرب الاسلامي. مشيتي تما؟ مشيت تما. كيفاش مشيت؟ مشيت من الدار البيضاء للعيون بالطائره، ومن العيون حتى نواديبو موريتانيا. مشيت اوتوستوب. وهزوك الناس وما كاين حتى شي مشكل. وهذا وهذا، علاش؟ لانه كيفاش ما كتعرف تكرفس بزاف. ولكن ماشي مشكل، بحلاوتها الجائزه. تماما. مشيت اوتوستوب باش لانك تعرف ملفات حساسه بحال هذه كتكون فيها مجموعه ديال الخيوط متداخله. يعني خاصك تحس بالشعور ديال الناس، تذكر معاهم، تشوف اش كاين. بالاضافه الى انك خاصك تمشي بدون علم الاجهزه الامنيه، بدون هذا باش دير خدمه. يعني ما علمتي حتى شي واحد الاجهزه الامنيه ديال المغرب بانك غادي تندوف؟ لا ابدا. ودابا انا علمت. مشيتي حارك؟ حارك من وضيبو، ومن بعد من وضيبو قضيت هناك حوالي 20 يوم. يعني الاوتوستوب مشيتي ليه حيت كان هذه مرحله صحفيه كنت خاصك تدوز عليها، ولا حيت كانت مشكله ديال الامكانيات؟ لا ما كانش مشكله الامكانيات بشكل عام، لان موريتانيا هي غير قريبه، ماشي بعيده بزاف. دونك كان اكثر مساله ديال الحيطه، ومساله ديال انني ندير الخدمه ديالي وانا مهني ترونكيل، ما نتعارضش مع شي جهاز من الاجهزه. دابا انت وصلتي لنواديبو. نواديبو كنتي غادي للساحل باش تشوف القاعده. تماما. غامر مع راسك، غتمشي تشوف هذوك الناس. وصلتي لنواديبو، تلاقيتي مع شي ناس قالوا لك يمكن لك تمشي لتندوف؟ لا ماشي هكا، انا قبل ما نمشي لمنطقه الساحل عندي مصادر. ولا قالوا لك الناس القاعده راهما في تندوف؟ لا. عندي مصادر في منطقه ديال الساحل، من توارق ومن مجموعه ديال المصادر في شمال مالي وفي شمال النيجر وفي شمال موريتانيا ايضا. كيفاش مصادر؟ الناس كتعرفهم ولا؟ بيان سور، ما يمكنش تلاقيتي بهم ولا عيطتي لهم ولا؟ تلاح في السماء وتوقف ضروري، ما خاصكش شي يد قويه دغيغ. خاصك ترتب، ما كاين حتى يد، كاين غير الله. يد قويه ولا يد خاصيه؟ دونك كان ضروري انني نوجد واحد الارضيه عاد نمشي. في الوقت اللي كنت في نواديبو تم اختطاف واحد جوج الاسبانيين من منطقه الساحل. انا ديك الساعات كنت في نواديبو موريتانيا، وكان صعيب عليا نمشي دابا لمنطقه الساحل. علاش؟ لان كان العسكر موريتانيا كله طلع لهذيك المنطقه، وكانت العيون ديال الاجهزه الامنيه بمختلف الاجهزه الامنيه. ما بغيتي لا الامن ديال المغرب لا الامن ديال موريتانيا تفاوض معاهم؟ لا، علاش غادي نتفاوض معاهم؟ انا صحفي، باش قربني الامنيه. وغير باش يعرفوك فين انت بعدا. لا ماشي بالضروره. باش لو وقع لك شي اختطاف انت ولا شي حاجه. ماشي بالضروره، راه كاين. واش وقعوا مشاكل بحال هكا بالنسبه لك انت؟ كانوا جاو الناس تعرضتي للخطر بحال هكا؟ كان الخطر في المهمه كلها، لانك كنت غادي المجهول، ما كنتيش كتعرف الناس اللي غتتعامل معاهم ولا اللي غادي تلاقى بهم. شنو هو الخوف اللي كان عندك؟ الخوف هو انني انا بوحدي، وكان معايا مرافق واحد السيد صحراوي اسمه محمد فضل، الله يذكره بخير، ان جون صحراوي وحداوي وطني، اللي كان كيقيدني وكيتكلم الحسانيه.
سكيل في كان كيسهل عليا انا دي. انا واخا درت الرعيه وهذا شويه بيوضيه وهذا انت وصلتي كيفاش وصلتي انت ندوف دابا مزور غيبقى غادي معك فهمتي وانت وصلتي لهنا وصلتي غادي معك دقه بدقه كل محطه اليوم كم سولوا علاش ما بغيتي ما كاين شي بغيتي ما كاين مشكل وصلتي انت ندوف ولا مازال شوف انت انا اليوم يوسف جاجيري انت كصحفي اشنو تزاد ليك في يعني في المسيره ديالك دابا بهذه الجائزه هذه؟ اولا هي تشريف وتتويج ديال واحد المسار وخا قصير في الصحافه الوطنيه ولكن اللي عطى الاكل ديالو بسرعه ولكن اكثر من هذا الشيء انا كان هذه الجائزه هذه هي اهداء لجميع الصحراويين اللي كاينين في مخيمه تندوف وهي اهداء لجميع المغاربه اللي كاينين في مخيمه تندوف للبعض منهم محتجز والبعض الآخر ومؤمن بفكرة انفصال ولكن أنا اللي غريب هو أن في الوقت اللي حطيت رجلي أنا في تندوف اعتبرت نفسي أنني أولا في مهمة وطنية ثانيا وقع لي واحد تناقض ما بين الحياة الصحفي المفروض اللي يكون فيها وما بين هذه المهمة الوطنية اللي أنا شعر بحساسيتها وبأهميتها وبالتالي أنا مباشرة بعد رجعت حاولت أنني نعمل مسافة بيني وبين الأشياء باش نعمل تحقيق اللي يكون فيه الحياة الصحفي التام والمتوازن وهذا ورغم أنني في تندوف تلاقيت بناس يعني أكثر تطرفا للانفصال والاستقلال إلا أنه أنا في العودة ديالي للمغرب رجعت وأنا مؤمن أكثر وأنا متأكد أكثر في أحقية المغرب في الصحراء دياله. إذن غادي نشكروا الصحفي اللي نال الجائزة ديال الصحافة لهذه السنة هذه يوسف جاجيلي لأنه عنده ديزونكاجمون وخاصو يمشي بحالو. كنشكروك بزاف وغادي ندوزو دابا للفقرة.